قعدتنا دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكره لاهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها انه الرئيس البلغاري اشاد بدور مصر المحوري في التوصل لتهدئه للاوضاع بالشرق الاوسط. كمان معانا جمانة، اتحاد الغرف التجاريه اكد انه هيوصل ل 100 معرض خلال شهر رمضان، معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات المصريه. وزاره الاوقاف افتتحت 20 بيتا من بيوت الله، منها 20 مسجد جديد. تفاصيل اكثر هنستعرضها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت إشادة رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف بالدور المهم والمحوري اللي بتقوم بيه مصر في التوصل لتهدئة للأوضاع في الشرق الأوسط، وجاء ذلك خلال تقديم السفير نادر سعد سفير مصر في صوفيا أوراق اعتماده لرئيس جمهورية بلغاريا. وأعرب الرئيس البلغاري خلال اللقاء اللي عقده مع السفير المصري عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد عن اهتمامه الكبير بعلاقات التعاون مع مصر، مؤكداً إن مصر بتعد الشريك المحوري لبلغاريا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أشاد رئيس جمهورية بلغاريا بالعلاقات الأخوية الودية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطلب نقل تحياته للرئيس السيسي. امبارح أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن هناك توجيهات بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأرخص الأسعار والحد من التضخم، وأشار إلى أن الاجتماعات منتظمة ما بين رئيس الوزراء ووزير التموين والزراعة والتجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية، والهدف هو تغطية كافة ربوع مصر بمعارض أهلاً رمضان. كما أضاف إن كل محافظة هيكون فيها على الأقل 3 معارض، وهنصل لحوالي 100 معرض على مستوى الجمهورية، كما سنواكب المواطنين بخدمات أخرى من خلال قوافل متجولة تجوب القرى والنجوع بجانب معارض أهلاً رمضان. امبارح افتتحت وزارة الأوقاف 26 مسجد، منها 20 مسجد جديد أو إحلال وتجديد، و6 مساجد صيانة وتطوير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2023 حتى تاريخه 584 مسجد، منها 455 مسجد جديد أو إحلال وتجديد، و129 مسجد صيانة وتطوير. كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 16/2/2024 لعدد 11606 مسجد. نروح مع حضراتكم لجولة خارج القاهرة مع أخبار المحافظات اللي شهدت تطعيم حوالي 503 ألف طالب ضد التهاب السحائي في محافظة القليوبية. مطار مرسى علم هيستقبل حوالي 118 رحلة طيران تقل آلاف السياح. كمان تم توقيع الكشف على 2746 حالة خلال قوافل طبية مجانية في محافظة أسوان، والتحالف الوطني أطلق قوافل الخير بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، وأخبار تانية من محافظات أخرى هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن مديرية الصحة بالقليوبية أعلنت أنه تم تطعيم 503 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائي والثنائي في إطار الحملات التطعيمية في المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل 118 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 23 ألف سائح على مدار الأسبوع بدءاً من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. محافظة أسوان شهدت تنفيذ أعمال القوافل الطبية لمدة يومين في مركز إدفو وقرية المنشية بمركز كومامبو، وتم صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة للمرضى بالمجان من خلال الفرق الطبية في مختلف التخصصات، وتم تحويل حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وساهمت مجهودات تلك القوافل في الكشف الطبي على 2746 مواطن. منطقة النخلة القبلية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة شهدت انطلاق فعالية قوافل الخير اللي بينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتضم فعالية قافلة الخير توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وأيضاً تقديم الهدايا لكبار السن، بالإضافة لإقامة كرنفال للأطفال بعد فحص احتياجات الأسر الأولى. مديرية الطب البيطري بالغربية أكدت أن إجمالي ما تم تحصينه بلغ 113 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدر الأغنام والماعز على مستوى المحافظة خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024، واللي بتستمر لنحو شهر.
كما أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة بيبلغ 174,697 حيوان من الأبقار والأغنام والمعز. مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج أعلنت أنه في إطار دور خطة الدولة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإعمار بيوت الله، شهدت المحافظة افتتاح 4 مساجد بطهطة وطما والبلينة بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية. مديرية الصحة بالإسكندرية نظمت قافلة خدمية توعوية لخدمات تنظيم الأسرة بمنطقة العمرية، استفاد من خدمتها 4,366 سيدة من أهالي قرى العمرية، وأقيمت القافلة على مدار 3 أيام بمنطقة العمرية الطبية بالمجان بثلاث أماكن مختلفة، وحازت على إقبال شديد من السيدات، ده بالإضافة لتفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة ورفع الوعي الصحي للمترددات. محافظة بني سويف هتشهد اليوم قطع المياه من الساعة 8 الصبح حتى الساعة 6 مساءً لمدة 10 ساعات، وده في 4 قرى بمركز الوسطى ضمن الصيانة الدورية لمحطات المياه وتطهير الخزانات الأرضية. القرى هي إنفاست ونا وأبويت وكوم أبو راضي.